لكم في حضور لحضوركم هذه المناسبة التي جهزناها منذ في مناسبة المناسبة السنوية للثورة السورية. هذه الفعالية أصبحت عبارة عن تقليد، حيث يجتمع السوريون ليستمعوا إليكم فيما يتعلق ب في آخر التحديثات فيما يتعلق بحقوقهم. وبالنسبة لنا هذا بحث مستمر نواصله، نتحدث فيه ونحن نوثق إخفاق المجتمع الدولي والعمليات السياسية ووجود وعناد وتعنت أحد الأطراف، ألا وهو النظام والروس. نحن نريد أن نقوم بالتنسيق مع كل شركائنا. شكرا لأنا وصوفيا على هذه الجهود الرائعة في الأسابيع القادمة. كذلك أود أن أشكر لجنة التحقيق الدولية ومنظمة مدنية والدفاع المدني لوجودهم معنا، والسفراء المتحدثين. وشكرا لك ماري لتسيير هذه الجلسة، ولا ننتقل إليك. شكرا جزيلا لك فضل، إنه لشرف عظيم لي أن أيسر هذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا اليوم. أرحب بكم في هذه الفعالية، وستكون متاحة الترجمة في اللغة العربية، لذلك يمكنكم أن تستخدموا الترجمة باللغة العربية من رمز الكرة الأرضية في أسفل الشاشة. اليوم سوف نتحدث عن الانتهاكات التي ما زالت مستمرة منذ 12 عاما بعد بداية النزاع، وما هي جهود المحاسبة التي يمكن مواصلتها لمساءلة المجرمين. لدينا 9 مشاركين أكارم سأقدمهم لكم. لدينا إيرين باركلي، وهو ممثل نائب، وهي القائمة بعمل نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والولايات المتحدة الأمريكية. ولدينا إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى للولايات المتحدة الأمريكية. ولدينا محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية في قطر. كذلك معنا المبعوث الخاص لسوريا من هولندا السيد جيس جارلاك، ونظيره من ألمانيا المبعوث الخاص لسوريا من ألمانيا السيد ستيفان شنيك. كما أن معنا اليوم، أو ستنضم إلينا بعد قليل ربما، سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة مدنية. كذلك لينيا أرفيتسون، وهي ستمثل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالجمهورية العربية السورية COI. كذلك سينضم إلينا أن أكون هنا مع ممثلات من لجنة التحقيق الدولية ومنظمات المجتمع المدني السورية الذين سيقدمون خبراتهم لهذه الجلسة. كما تعرفون اليوم هو الذكرى السنة 12 منذ بداية النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان الذي يقوم على يد النظام ضد السوريين. هذه الانتهاكات مستمرة منذ سنوات. المدافعون عن حقوق الإنسان يواصلون مطالبتهم الشجاعة بحقوق الإنسان. لنعبر عن الأمر ببساطة، منذ عام 2011 لقد وقفنا معكم ودعمناكم وسنواصل دعمنا. انتهاكات حقوق الإنسان أثرت على كل العائلات السورية. بعض الفظائع التي ارتكبها النظام ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهناك تقارير مستمرة عن اعتقالات اعتباطية والتعذيب وقتل المعارضين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكوادر الطبية. كذلك تذكر التقارير بالتفاصيل كيف تقوم الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية القيام بانتهاكات حقوق الإنسان التي واجهها سورينا قبل سنوات طويلة من هذا الزلزال. نحن لن نوقف دعمنا للشعب السوري. أدنى تفويض لجنة التحقيق الدولية. نحن نعمل بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين. وأخيرا أود أن أشكر المنظمات المجتمع المدني السورية الصعبة، وأنا أود أن أشكركم على جرأتكم وشجاعتكم للحديث عن هذه الأمور. نحن ندرك ذلك وأشكركم على شجاعتكم. أكرر التأكيد على التزام الدولة الأمريكية في مساعدة السوريين للوصول إلى العدالة والمساءلة في سوريا. اليوم هو الذكرى 12
النزاع السوري، سنوات طويلة من النزاع والانتهاكات لحقوق الإنسان التي لا يمكن تخيلها، من قصف وهجمات بالأسلحة الكيماوية من السوريين اليوم، عملية سياسية يشارك من خلال إدانة الاختصاص القضائي العالمي. وكذلك كنا قادرين على وكذلك نحاول أن نحاكم هذه الأمور في أمريكا. في شهر يناير كانون الثاني وقع الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا يمكننا من محاكمة هؤلاء المجرمين في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم ونحن نتذكر الذكرى 12، نود أن نتأكد بأن السوريين يدركون أن مآسيهم لم تنسى، وأن الشعب السوري طبعا أريدهم أن يعرفوا أنه منذ الزلزال الذي حدث، الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مساعدات بأكثر من 180 مليون دولار لوصولها عبر تركيا إلى سوريا. ونحن نتذكر هذه المآسي وآثار الزلزال، نجتمع اليوم لنلقي الضوء على الانتهاكات المتواصلة والانتهاكات والخروقات المتواصلة التي تجري في بمعظمها على يد النظام الأسد. منذ أكثر من عقد خرج السوريون إلى الشوارع يطالبون بالإصلاح والحرية واحترام حقوق الإنسان، كل هذه المطالب التي واجهها النظام السوري في الانتهاكات والفظائع والقمع والضغط على الناس. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لهذه الجرائم. منظمات المجتمع المدني السوري أدت دورا قويا في الاستجابة والدعم بعد هذه الفظائع، وقد أظهرت لنا كيف أن العمل المحلي لهذه المنظمات مهم جدا، ونحن أشدنا بأدوارها وساعدناها ودعمناها. هذا يتضمن الخوض البيضاء، وهم شركاء منذ زمن طويل للولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعملون في إنقاذ حياة الناس وتوثيق الانتهاكات التي تحدث في النزاع، ويشرفنا بأن الرائد الصالح مدير الخوض البيضاء قد التقيت به، وأنا أشكره وأشكر مئات المتطوعين الذين يعملون بشكل يومي لدفاع وتحت مبدأ أو تحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا آسف ولكن اختلطت الأوراق لدي، وأمل أني لا أكرر ورقة قد قرأتها قبل ذلك. نحن ندعم العملية السياسية التي تتضمن كل السوريين، هذه العملية يجب أن تتضمن العدالة والمساءلة للوصول إلى الأمن والسلام المستدام في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية دعمت هذه الجهود في الأمم المتحدة من خلال استنكار هذه الجرائم وداعمي النظام، وكذلك وضع العقوبات، وكذلك دعم لجنة التحقيق الدولية والتريبل اي ام ولجنة انهاء او منظمة انهاء انتشار الأسلحة الكيماوية، وكذلك قدمنا الدعم النفسي والاجتماعي الناجين وعائلاتهم، وكذلك ندعم الادعاءات أو المرافعات القضائية في الدول الثالثة ضد المرتكبين الأفعال، وكذلك نعمل باتجاه مرافعة لهذه القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وقع الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا للقيام بذلك. هذه الجهود تجري بالتنسيق لتحقيق هذا المساءلة، وكذلك لنبذ النظام السوري في الأمم المتحدة. العدالة أو عمليات العدالة هي أحد أركان المساءلة، ولكن هناك أيضا هذا يتضمن أيضا توثيق وتحقيق وتحليل الأدلة والإفصاح عن مصير المختفين، قسر المعتقلين، ومساعدة الداعمين ومساعدة الناجين وأهاليهم. أيضا هذا أمر يجب أن يكون موجودا. نحن نستجيب لمجموعة كبيرة من الاحتياجات للشعب السوري، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب معكم جميعا. كذلك نحن نعمل بشكل كبير مع المجتمع الدولي وشركائنا
في محاولة الوصول إلى حل سياسي دائم ومستدام. لا يمكن الوصول إلى إلى السلام دون عدالة ومحاسبة المجرمين على هذه الجرائم. لن إن الجرائم التي ارتكبها الأسد، نظام الأسد ضد الشعب السوري، لن تنسى. وهذا ونحن ندعو باقي الحكومات ألا ينسوا هذه الجرائم. ولذلك نحن مصرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري ما لم يكن هناك تقدم ما لم يكن هناك تقدم في مجال العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. ولكن النظام لا يزال يواصل الهجمات الوحشية ضد الشعب السوري، وقد بلغ السيل الذبا. هذه الانتهاكات والفظائع التي حدثت في سوريا هي موثقة ويجب أن تنتهي. في اجتماعنا هذا اليوم علينا أن نواصل العمل اللازم والضروري لمدعم الشعب السوري، بما أن لدينا عدد من المبعوثين الدوليين الموجودين في هذا الاجتماع الذين يمثلون حكوماتهم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك، وسوف نستمع إلى بعض المنظمات المجتمع المدني السورية لاحقا في هذه الدولة. ولكن قبل ذلك أود أن أدعو السيد محمد بن عبد العزيز الخليفي لإلقاء كلمته. تفضل سيدي. شكرا جزيلا لك ماري. صباح الخير أو مساء الخير أينما كنتم. بداية أود أن أعبر عن تقديري لمنظمي هذه الفعالية المهمة والتي نشترك فيها مع كل المخاوف والهموم المتعلقة بالفظائع التي حدثت في سوريا في السنوات الاثني عشر السابقة. كذلك أود أن أشكر إيرين وإيثان على كلماتهما. لقد قبل 12 عاما خرج السوريون سوريا بناء أو وفقا لإعلان جنيف واحد والقرار الأممي أو قرار مجلس الأمن 2254 والذي يؤدي إلى سيادة سوريا واستقلالها وحرية شعبها وحقهم في الاستقرار والأمن والسلام. سنواصل دعمنا لجميع الجهود في مساعدة إخوتنا وأخواتنا السوريين والسوريات وضمان أن حقوقهم المشروعة تبقى أولوية لدى المجتمع الدولي وحتى تحقيق هذه الأهداف بطريقة عادلة وكريمة. نحن نحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة هذا القرار، قرار مجلس الأمن 2254. ولذلك نحن ندعم المبعوث الأممي جيرو بيدرسون وللنهوض ولتستنشيط العمليات السياسية، ونحن نحث الروس على توقفهم عن إيقاف ومنع التقدم في هذا المجال. نحن في ألمانيا لن نسمح بتعويم الأسد دون الوصول إلى عملية سياسية، ولذلك فنحن سنواصل بسياستنا باللاءات الثلاث تجاه الأسد، ألا وهي لا تطبيع، لا إعادة أعمار، ولا رفع للعقوبات إلى الآن. المحاسبة، وهذا أمر واقع، لم يكن هناك عمل كبير تجاه هذا الموضوع على المستوى الدولي، ولا توجد الكثير من المجالات المتاحة لنا، ولكن يمكنني أن أقول بحجم لا بأس به من الثقة بأن الاختصاص القضائي العالمي بدأ يملأ هذا أو يسد هذا الفراغ من خلال رفع دعاوى ضد المجرمين في المحاكم الوطنية في دول ثالثة. وكما تعلمون هذا هو الوضع في ألمانيا، حيث هناك لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الأخرى وكذلك المنظمات الخاصة بالضحايا. يجب أن نضمن بأن كل أولئك الذين ارتكبوا جرائم في سوريا قد حان الوقت أن يحاسبوا. ولكن أيضا اسمحوا لي بأن أقول بأننا ندعم بشكل كبير الآلية الجديدة من الأمم المتحدة للأشخاص المفقودين، ومن الضروري أن تكون هذه الآلية أو الكيان كيانا مستقلا لدعم الإفصاح عن مصير المختفين ومساعدة العائلات في البحث عن أفراد عائلاتهم المختفين. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك ستيفان. والآن سوف ننتقل إلى كيس جيرلاك.
نعم، شكرا جزيلا لك ماري، وكما أود أن أشكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدعوتي اليوم. الأسبوع الماضي هولندا دعت المجلس الاستشاري النسوي وفيدوس، وقبل أن نعلم الدور الأساسي الذي تضيفه والذي يجب أن تلعبه النساء السوريات، فنحن قمنا بمحادثات مهمة جدا لهؤلاء النسوة، واستمعنا إلى قصصهن وكيف أن المجتمع الدولي قد أخفق تجاههم وتجاه النساء والفتيان والفتيات في سوريا. يعني لا يمكننا تخيل حجم المآسي التي مر فيها الشعب السوري والذي ما زالوا يمرون به. في الأسبوع الماضي شاهدنا التضامن بين السوريين داخل سوريا، ولكن خاصة في المناطق التي ضربها الزلزال، التقارير التي تتحدث عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي تثير الكثير من القلق والمخاوف. والأسبوع الاثنين الماضي كان هناك تقرير من لجنة التحقيق الدولية عن استخدام الذخائر العنقودية وارتكاب جرائم ضد المدنيين وضد المدنيين من قصف وغير ذلك، بالإضافة إلى استمرار التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال. كذلك هناك الاعتقال ما زال مستمرا في مناطق أخرى في سوريا والمزيد من الجرائم الأخرى. يجب أن نواصل جهودنا بشكل كبير للقيام بذلك. في هولندا نحن نواصل حربنا للإفلات من العقاب، ولذلك فنحن ندعم السوريين ولا سيما تحميل المسؤولية للنظام السوري على جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي الذي يقومون به. ويجب أن يكون لدينا أمر واحد لجميع السوريين، ألا وهو العدالة. إن أي شيء طبعا إقصاء جزء من السوريين لن يكون مفيدا، لأن أي حل سيكون لن يكون بالنسبة لهم. لدينا أيضا قوائم للأشخاص الذين ما زالوا يواصلون الانتهاكات والذين يقومون بحرمان السوريين من حقوقهم الأساسية، لا سيما عندما نرى محاولات التطبيع مع النظام السوري. فأعتقد أنه من الضروري أن نحافظ على الضغط، وهذا أمر أساسي. كذلك علينا أن نعمل بشكل متوحد في التحالف مع بعضنا البعض، مع منظمات أخرى أيضا مثل تريبل آي إم. تريبل آي إم آلية مهمة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعندما لا تستطيع الجهود الدولية أن تصل إلى حلول، علينا أن نجد حلولا مبتكرة أخرى. نحن في هولندا مثلا في شهر يناير قمنا باعتقال ضابط أمنيا ينتمي إلى داعش مشتبه به، وبالتالي المسؤولية يعني تأخرنا في تحقيقها بشكل كبير، ولكن علينا أن نحققها لكي تتوقف الانتهاكات ضد أولئك الذين عانوا والذين ما زالوا يعانون. شكرا جزيلا، أشكركم جميعا على هذه العروض التي تقدمتم بها، وأعتقد أنه من المطمئن بعد 12 عاما من هذا النزاع أنكم جميعا ما زلتم ملتزمون في تحقيق العدالة ومساءلة المجرمين. سأنتقل الآن إلى أسئلة وأجوبة، أو قبل ذلك سوف أخذ لينيا أرفيتسون من لجنة التحقيق الدولية، وأود أن أسألها مع دخولنا في العام 12 من الانتهاكات من الحرب السورية، ما هي أنواع الانتهاكات الأكثر سيادة السائدة أكثر، وكذلك ما هو وضع النازحين واللاجئين السوريين والسوريات في الوضع اللاحق؟ هل تسمعونني بشكل جيد؟
شكرا لك ماري، شكرا لك على هذا السؤال، وأود أن أشكركم جميعا على هذه الكلمات القوية، وشكرا لدعوتنا إلى هذه الفعالية. لأجيب على سؤالك، أصدرنا تقريرنا الأخير فيما يوم الاثنين، وهو التقرير رقم 41 منذ بداية الحرب السورية، وسوف أقدم لكم بعض النتائج التي وصلنا إليها في هذا التقرير، أحدث التقارير، والذي يغطي الشهور الستة الماضية من العام الماضي. هذا التقرير أصدرناه مباشرة قبل الزلزال، ولكن المثير للاهتمام والذي يجب أن لا ننساه هو أن المناطق التي عانت من الزلزال قبل بضعة أسابيع هي التي كانت تشهد أكثر الهجمات في الأشهر التي سبقت الزلزال. هذه الهجمات طبعا فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني وربما جرائم حرب، وكان هناك هجمات جوية غرب حلب، وكذلك وجدنا أيضا استخداما للعمل الذخائر العنقودية ضد مناطق سكانية كثيفة في السكان، وأدت إلى جروحات وإصابات كبيرة بين المدنيين، وكذلك بعض الإصابات التي قتلت 45 شخصا وأصابت العديد الآخرين. نحن قمنا بالتحقيق في طبعا وجدنا هذه الأمور في تحقيقنا للمناطق في شمال غرب سوريا. أيضا داعش قامت ببعض الهجمات ضد المدنيين في درعا، وكان هناك عدد من الهجمات غير القانونية ضد مخيمات النازحين في عفرين وأعزاز، والتي شنت من تل رفعت، والتي نعرف بأن هناك قوات كردية موجودة هناك في ذلك المكان. فكل هذا لنقول بأن جرائم الحرب ما زالت ترتكب في سوريا، وإن كانت يعني لا تظهر على الصفحات الأولى في الجرائد مؤخرا. لما تزال الهجمات على ما يزال الاعتقال والتعذيب في مراكز الاعتقال موجود، وما زال الموت تحت التعذيب موجود في هذه المناطق، وكذلك الاختفاء القسري الذي يحدث على أيدي عناصر من قوات الأمن السورية أيضا. والمثير للاهتمام أنه في هذا السياق ومع انهيار الوضع الاقتصادي، نرى بأن ممارسات الاعتقال التعسفي والذي يستخدم للابتزاز المالي من السكان ازداد، وكذلك وجدنا اشتباكات بين القوات الأمنية نفسها، وكذلك قام لبعض المظاهرات التي ظهرت في بعض المناطق. أعتقد وكذلك ثلث البلاد ما يزال في خارج سيطرة الحكومة، مثلا في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام ما زال الاعتقال التعسفي أيضا موجود، وهناك عدد من التقارير عن إعدامات ميدانية للمعتقلين بعد التحقيق أو بدون تحقيق، وكذلك ما يزال هناك قمع للحريات الأساسية في تلك المنطقة. في الشمال الجيش الوطني السوري أيضا هناك بعض التقارير عن انتهاكات وعن اعتقالات وعن التعذيب أيضا في بعض مراكز الاعتقال، والتي أدت إلى وفاة المساجين أو مقتل المساجين بسبب هذا التعذيب، وكذلك هناك تحدي كبير في المنطقة الشمال الشرقي، حيث نعرف بأن القوى الكردية الموجودة هناك ما زالت تعتقل عشرات من الذين من عناصر داعش السابقين وعائلاتهم في ظروف سيئة للغاية، وهناك انتشار للأمراض بينهم، وهناك خاصة
مخيم الهول والذي يواصل تدهور الظروف الصحية هناك، والتي يعيش هناك حوالي 65,000 من النساء والأطفال، وبالتالي هذا أمر يجب أن يلفت الانتباه له أيضا. وهناك وخاصة أن في هذا المخيم هناك 66 جنسية أيضا على دولهم أن يلقوا بالا لهؤلاء الذين يعيشون في هذه المناطق. هذه بعض النقاط التي ذكرناها، وأيضا ما استطعنا أن نراه في الشهور الست الماضية هو أن السلطات السورية قد لم يستطع كانت تشجع في العديد من الساحات أو الدوائر الدولية عودة اللاجئين، ولكنهم فشلوا وأخفقوا في السماح لعدد من اللاجئين في خارج البلاد الذين أرادوا أن يعودوا إلى سوريا من إعادتهم إلى سوريا، وبعضهم لم يسمح لهم بالعودة إلى سوريا في انتهاك للقانون الدولي، أو بعضهم تم اعتقالهم بمجرد دخولهم إلى سوريا على الرغم من أنهم قد حصلوا على إذن بالعودة أو تصريح بالعودة. كذلك ما زلنا نوثق بأن النازحين داخليا ما زالوا الكثير منهم غير مسموح له بأن يعود إلى مساكنه الأصلية. كذلك هناك مصادرة لمساكن وممتلكات النازحين واللاجئين في المناطق في مناطق النظام، وكذلك هناك حالات شبيهة في المناطق في الشمال السوري تحت الجيش الوطني السوري. أيضا بالنسبة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هذا أمر غطيناه في تقريرنا، وهناك تخوف من هذا الموضوع لأنه ما زلنا نحصل على تقارير ونعلم بأن الضحايا يعني يتم ثنيهم عن رفع التقارير حول هذا الموضوع، وأحيانا يتم إجبار بعضهن على الزواج من المعتدي عليهن والمغتصب لهن. وأيضا في هيئة تحرير الشام هناك أيضا تنفيذ لعقوبات الزنا أو في مناطق النظام حيث القانون السوري حيث يطبق، هناك فيه يتم تطبيق أحكام مخففة إذا تزوج المغتصب من الضحية، وبالتالي لا يحكم عليه حكما قاسيا. سأتوقف هنا، هذه أهم النتائج التي خرجنا بها في تقريرنا. وأخيرا أود أن أؤكد على ما ذكره ستيفان بأن في الشهر القادم يجب علينا أن نقوم بالتنسيق والعمل مع بعض بشكل موحد لدعم الآلية التي ستظهر للمختفين قسرا، ونأمل بأن هذا العمل سوف يؤدي إلى مزيد من العمل يمكن أن يكون مثمرا مع نهاية هذا الشهر. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك لينيا على هذا الكلام، وشكرا لك في إنهاء كلمتك في هذه الكلمة الإيجابية. والآن سوف أنتقل إلى سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة مدنية. طبعا لينيا تحدثت عن انتهاكات في الحقوق الملكية. سوسن، أخبرينا كيف تقوم ممارسات النظام وقمعه في انتهاك حقوق المهاجرين أو النازحين واللاجئين بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم، كيف ترصدون هذا الأمر؟ نعم، شكرا جزيلا لك وشكرا للجميع على هذه الفعالية. أولا أود أن أتحدث عن كيفية تسييس مصادرة الممتلكات وحقوق الأراضي والعقارات والممتلكات في سوريا. سبق الثورة منذ زمن وكان يستخدم لأجل مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية للنظام. هذا الأمر لا يقوم به المكاتب الفنية في سوريا، وإنما هو ملف ينخرط فيه الأجهزة الأمنية بشكل مباشر، فهم كانوا
يتأكدون من أن بعض السكان يبقون نازحين وإغلاق بعض المناطق عليهم. النظام يتعامل مع هذا الموضوع ويتغاضى عن فكرة أو واقع بأن نصف سكان سوريا نازحون من مناطقهم ولاجئون خارج البلاد، وأنهم لا يستطيعون أن يطالبوا بحقوقهم بسبب الطبيعة البوليسية والطبيعة الأمنية لهذا النظام. لأظهر لكم التعقيد هذا الموضوع، لا سيما في الطريقة التي تمت فيها تطبيق هذا التدمير في سوريا. التدمير في سوريا، وهناك تقارير كثيرة تتحدث عن ثلث المساكن في سوريا قد دمرت بسبب النزاع، وهذا ليس الأضرار الجانبية للنزاع، وإنما هذا الدمار تم دراسته ومن خلال الطبيعة، من خلال طبيعته وتوزيعه. والأنماط يقترح بأنه قد قامت به الحكومة، النظام السوري، كاستراتيجية لإجبار السكان في تلك المناطق على الاستسلام والمغادرة. كان هناك استهداف مباشر للمراكز الحيوية لإيقاف الحياة في هذه المناطق. كان هناك تدمير للمنازل، وكانت هناك أذونات وتصريحات من البلديات لاستخدام البلدوزرات أو الديناميت لتدمير بعض المنازل، وقد شاهدنا ذلك منذ عام 2012، ولكننا شاهدناه لاحقا في عام 2018 في عدد من المناطق التي أعاد النظام سيطرته عليها عسكريا. الدمار والتهديم أيضا هما وجهان لاستراتيجية متعددة المراحل لأجل مشاريع في لتطوير العمراني وإعادة الإعمار التي يريد أن يقوم بها النظام، والتي تشكل انتهاكات في حقوق النازحين واللاجئين، والتي تهدد حقوقهم في العودة على المستوى القصير والمتوسط والبعيد الأمد. هذه الانتهاكات يمكن أن توصف بأنها مشاريع عرقية طائفية تستخدم بهذا الشكل لكل من هو ضد لجماعات من السكان كانت ضد النظام. يجب أيضا أن نركز على مجموعة القوانين التي أصدرها النظام المتعلقة بحقوق الأراضي والممتلكات. هناك 10 قوانين أصدرها النظام عام 2011 في الأتشبي، مثلا قانون مكافحة الإرهاب، والذي يتبنى التعريف النظام لما يعتبره إرهاب ويؤدي إلى تهجير الناس ضمن العملية، ولكنه أيضا فيه بنود تطبق على أصول طبعا آلاف المتظاهرين والناشطين، وبالمعية يطبق على أهاليهم وأقربائهم كذلك، لأنهم يسمون بأنهم إرهابيون، لأنهم إرهابيين. مثال آخر، قانون التجنيد العسكري، والذي يتحدث عن مصادرة الممتلكات للمتهربين أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وهناك آلاف الشباب السوريين وكذلك عائلاتهم بالمعية أيضا الذين يتم مصادرة ممتلكاتهم إذا رفضوا الانضمام لقوات النظام أو هربوا من الخدمة العسكرية. هذه ممارسة كانت تطبق بشكل ممنهج من النظام، ولكن كذلك من بعض السلطات، سلطات أمر الواقع. نحن نرى المصادرة غير القانونية وإعادة تخصيص هذه الممتلكات في الأماكن المختلفة، لا سيما لأجل مصالح اقتصادية أو سياسية، وبما في ذلك تدمير أو إتلاف وثائق الملكية الخاصة بهذه الأراضي ممتلكات والعقارات. الزلزال يعني فاقم هذه المعاناة التي كانت موجودة فيما يتعلق بالتهديم، وكذلك فيما يتعلق بتسييس
تقييم الدمار الذي حدث والمساعدات التي وصلت، وحيث حاول النظام أن يأتي بهذه المساعدات لنفسه. ولكن هذا الزلزال أيضا وصل أو أدى إلى حالة أو سباق من التطبيع مع النظام من قبل بعض الحكومات، وشكل حافزا لهذا التطبيع، والذي يأتي بشكل استثمار في سوق العقارات، والذي سيؤدي إلى مزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان وحقوق الملكية والأراضي، وسوف نرى هذا في سداد للديون الكبيرة العسكرية الموجودة للنظام لأجل سوريا، روسيا وإيران، والتي سيعوضهم عنها في مشاريع لإعادة الإعمار بشكل حقيقي. نحن نود أن نبني على التعاون معكم للوصول إلى سياسات واستراتيجيات ملموسة وحقيقية التي ستنفذ انتقالا سياسيا في سوريا بعيدا عن النظام الراهن. شكرا لكم. شكرا لك سوسن لإلقاء الضوء على هذه النقاط والتي بعضها لا يناقش بشكل كبير. بدأ الوقت ينفذ منا، وأود أن أنتقل إلى رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، ولكن في البداية ربما لم تكن هنا، ولكن كان هناك تثمين للجهود التي يقوم بها متطوعو الدفاع المدني بعد الزلزال. كيف يمكن الاستجابة للاحتياجات الطارئة لضحايا الزلزال، وفي نفس الوقت أن لا نغض الطرف عن وضع حقوق الإنسان الماكث في سوريا والماثل في سوريا منذ زمن بعيد؟ يعني أكيد بداية شكرا لكم للاستضافة، وأنا بعتذر عن التأخير، ولكن بسبب أنه أنا كنت في إدلب المديني وعم بنتقل لمكان تاني، لمكان اللي بدي أحضر في المؤتمر، صار في معي تأخر على الطريق بسبب يعني أمر طارئ، فأعتذر عن الموضوع، وكان مفترض أنضم لكم من البداية. وشكرا لكل الزملاء اللي تحدثوا من قبل، وشكرا لفضل يعني على هاي الدعوة أكيد العظيمة. لا شك أنه تعزيز حقوق الإنسان هو أمر مهم جدا مع الذكرى 12. أنا مثل ما كنت عم بحكي، مثل ما خاطبت الناس السوريين اللي كانوا متجمعين اليوم بمدينة إدلب، وقلت لهم صمودكم لمدة 12 سنة من حقكم أن تحصلوا على حقوقكم، من حق الضحايا يحصلوا على حقهم بعد 12 سنة من الانتهاكات المستمرة. ولا شك عملية الزلزال هو ممكن فاقمت الناس، والتعامل مع الزلزال بعد اليوم. هلا نحن بدأنا بعملية المرحلة بإزالة الأنقاض المباني، أيضا الوضع إطار قانوني واضح للتعامل مع هاي الأنقاض، التأكد من ملكية المباني، ما يكون المباني مسيطرة عليها من قبل جهات عسكرية أو جهات أخرى. نتأكد، نحن عم نحاول نتأكد من كل مبنى أنه صاحبه موجود، وترفع الأنقاض حتى نضمن أنه إذا طلع في أمانات أو أنواع موجودة تحت الأنقاض يتم تسليمها بشكل آمن وسليم لأصحابها. أيضا عم نحاول نتأكد أنه نتعامل مع هاي الأنقاض ويتم إعادة تدويرها لاستخدامها بشكل صح، إما بأرضيات للمخيمات المؤقتة أو بأرضيات للمشافي الميدانية، حتى ما يكون في إلى أثر سلبي على البيئة على المدى البعيد. عملية التعامل أيضا بكرة مع عمليات التعويض الناس أو إعادة الأعمار ما تضرر من الزلزال، أيضا هي بحاجة لآلية قانونية حتى ما يتم ارتكاب أخطاء أو انتهاكات بحق المالكين الحقيقيين لهدول المباني اللي اتدمرت فعليا. نحن هلا عم نستجيب مثل ما قلت لإزالة الأنقاض، حطينا خطة قانونية لحتى نضمن إنه ما يكون في عنا انتهاكات ارتكبت. عم نتعامل أيضا مع المجالس المحلية، مع المنظمات الأخرى، لحتى فعليا نضمن كل الحقوق لأصحابها. وما بعد هاي رح نبدأ بعملية إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة مثل المدارس، لازم نضمن الأطفال يرجعوا على المدرسة بسرعة. لذلك حاليا عم يتم عملية تقديم المدارس، عم نشتغل أيضا على المستشفيات، على الطرقات، على الصرف الصحي، لأنه مثل ما بتعرف أصلا المنطقة بتعاني كان من الكوليرا قبل الزلزال، ف
ايضا في خوف من انتشار الاوبئه بسبب انتشار المخيمات المؤقته واللي هي لسه ما فيها بنيه تحتيه، فكمان ايضا عم نحاول نعمل عمليات كشف سريع للبنيه التحتيه لاعاده تاهيلها. فكل هاي الامور بصراحه هي تحديات عم تواجه فرقنا على الارض، ونحن عم نحاول نتعامل مع كل هاي التحديات بظل الظروف الصعبه اللي صارت، بظل الاخطاء اللي ارتكبت بالاستجابه الاوليه من قبل الامم المتحده. ولذلك ونحن نتشكر شركائنا الدوليين اللي دعمونا، نتشكر اكيد يعني قطر والمانيا وامريكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا والشعوب الشعب السوري بكل مكان والشعوب العالم اللي ساندتنا ودعمتنا فعليا لحتى نستمر باعمالنا. كل هاي الامور بصراحه بنحاول نتعامل معها، واكيد نشكر كل اللي دعمونا واللي وقفوا جنبنا بهاي المحنه الصعبه، ونحن عم نحاول بكل قوتنا بكل اصرارنا انه نتجاوز هاي الازمه ونسعى وندعم عمليات التعافي السريعه من الزلزال، ونساعد المدنيين ليستعيدوا حياتهم بشكل طبيعي اكثر. شكرا جزيلا للجميع. شكرا رائد. I will turn now to Fadel. شكرا رائد، والآن نعود إلى فضل. تبقى لنا القليل من الوقت. أود لك أولا أن تخبرنا كيف يمكن تحميل المسؤولية للنظام وداعميه بسبب الانتهاكات القانون الدولي، وكذلك كيف يمكن أن نضع ضغطا على الدول والشركات التي تحاول إعادة تأهيل أو إعادة تعويم النظام السوري، وكيف يمكن أن يكون هي أيضا تتحمل المسؤولية. طبعا التطبيع هو ضد المحاسبة أو المساءلة. التطبيع سوف يسمح للنظام السوري أن يفلت من العقاب، لأن النظام ما يزال يرتكب الجرائم، كما تأكد ذلك من خلال التقارير العديدة التي صدرت. منذ أول تقرير في نوفمبر تشرين الثاني 2011، أكدنا بأن النظام السوري قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية. قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كان بسبب الانتهاكات والفظائع التي ارتكبها النظام، وهذا ما هو ينص عليه القانون الدولي في المادة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي يضمن احترام القانون الدولي وكذلك مسؤوليات الدول حول هذا الموضوع، بما في ذلك فرض العقوبات، إدانة الانتهاكات وحماية المدنيين. الأمم المتحدة لم تفرض أي نوع من العقوبات على النظام السوري، لا اقتصاديا ولا عسكريا، وعبر السنوات كانت ترسل رسالة الخاطئة للشعب السوري، لأن النظام السوري لم يردعه المجتمع الأمم المتحدة، وبالتالي واصل انتهاكه للقانون الدولي. يجب أن تعرف الدول والحكومات والشركات بأن مساعدتهم أو إعادة الإعمار للنظام هي دعم لهذا النظام ومشاركة في جرائمه بناء على القانون الدولي. المحاسبة يجب أن تصل إلى داعمي النظام السوري وليس النظام السوري وحسب. روسيا بسبب دعم روسيا وإيران استطاع النظام السوري رفض العملية السياسية والإفلات من العقاب حتى الآن، خاصة بأن العقوبات الموجودة على إيران شبيهة بتلك التي فرضت على النظام، ولأنه لم يحصل لهم شيء، فبالتالي هذا ساعد الروسيين على دعم النظام وعلى ممارسة نفس الانتهاكات. الفريق التقنية التي عملت على التوثيق وتحقيق القصف الكيميائي على الغوطة أكد مشاركة الروس في هذا الهجوم. هناك عدة آليات ضمن إطار أو تحت مظلة المحاسبة، بما في ذلك توثيق الانتهاكات وكذلك تسمية
وإلحاق العار أو تسمية وفضح المرتكبين لهذه الجرائم وإدراج المزيد من الأشخاص المرتكبين لهذه الفظائع في قوائم العقوبات. كل الآليات المتاحة حالياً لم تصل إلى المحاسبة ولا يمكن الوصول إليها دون عملية سياسية. نأمل أن نتمكن من الوصول إلى ذلك وأن هذا سوف يوصل إلى عملية للعدالة الانتقالية. أعتقد بأن العدالة الانتقالية هي الحل الأفضل الذي سوف يضع جميع مرتكبي الجرائم من النظام وغيره من السلطات الأمر الواقع مسائلين على جرائمهم. بناء على قواعد بيانات الشبكة السورية يعني يتبين لنا بأن النظام السوري ارتكب حوالي 95% من الجرائم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا، في حين أن باقي الجهات بأكملها ارتكبت 5% من الجرائم. لا يوجد لدينا أي خيار سوى أن نكمل التوثيق ضد النظام وضد أطراف النزاع الأخرى وأن نقوم بإدانة هذه الجرائم، والتأكيد على أنه طالما أن هذا النظام موجود في السلطة لن يكون هناك أي استقرار أو سلام أو محاسبة في سوريا. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك فضل، ولكننا آسفون جدا، نفد منا الوقت ولم نستطع أن نأخذ أسئلة المشاركين، ولكنني أود أن أشارك جميع المتحدثين على هذه الكلمات المهمة. وفضل سوف أترك لك المجال لختم هذه الفعالية. شكرا جزيلا لك. كذلك أود أن أشكر الجميع. أنا سعيد أننا سمعنا هذه الالتزامات من الدول الحاضرة والتأكيد على مواقفهم تجاه حقوق الشعب السوري في هذه المناسبة. هذا ما يريده الشعب السوري. شكرا جزيلا لكم، ونأمل على أن نلتقي بكم قريبا. Thank you. All the best. Recording.